في دير السيدة العذراء ينبوع الحياة دبين، سيما الراهب نجم برهم شماسا إنجيليا على مذبح الرب. وفي كلمته توجه زيادة المطران خريستوفورس عطالله إلى الشماس الجديد قائلا: تدعوك الكنيسة اليوم للمساهمة في الخدمة اللوترجية بأمانة وورع، مبينا أن هذه الخدمة تتطلب جهادا للحفاظ عليها. شارك في الخدمة عدد من الآباء الكهنة والشمامسة والرهبان وذوي الشماس الجديد ومعارفه، كما سيما في كنيسة القديس نيقولاوس الصريح الأخ أسامة مرجي شماسا إنجيليا. وفي عظته وجه المطران خريستوفورس الشماس الجديد بأن يكون جنديا صالحا للمسيح، إذ عليه أن يتحلى بروح المحبة والخدمة ويعيش الإنجيل ليثمر في حقل الرب. شارك في الخدمة عدد من الكهنة والشمامسة وأبناء الرعية وذوي الشماس الجديد. هاي المدرسة اللي فيها الإنسان بربى في داخل بركة المسيح، وغاد بتيجي الكنيسة حتى تقدر تجذر وتقوي هاي العلاقة مع المسيح ومع المدرسة الأولى اللي هي البيت. وهيك يا أبنائي يا ابني، كبرت في حياتك وحصلت على تخرجك من مدرستك ومن ثم من الجامعة، اشتغلت وشفتك أثناء عملك كمان قديش كنت مجتهد، وكمان طيلت تقريبا سنة وانت موجود في دير الينبوع في دبين عند هاي الأم القديسة الأم إيرينا رئيسة الدير. مع الأخوية هناك برضو كنت أراقب فيك وشفت قديش طاعتك محبتك غيرتك للخدمة، ولا تفكر أي إشي بحياتك هو بالصدفة، كل إشي برتبه المسيح حتى يشوفك، حتى يمتحن أعماق قلبك وأعماق فكرك، وحتى يشوف هل أنت جندي حسن لإله؟ أثبتت لهلأ إنك نعم.